بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد واستاد الأهلي. النهاردة عندنا كلام مهم جدا عن مباراة النادي الأهلي والمقصة، أيضا آخر تطورات وما وصلت في قرعة دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج، وأيضا الدوري الأوروبي اليوروبا ليج، داخل إطلالة مهمة جدا على كل الأخبار العالمية. في البداية برحب بضيوفي الكبار، الناقد الرياضي الأستاذ أحمد فاروق. مساء الخير أبو حميد ومنورنا. مساء الخير كابتن محمد، وبسعد دايما بالتواجد معاك. ده شرف ليا يا فندم. أيضا الناقد الرياضي بجريدة الأهرام الأستاذ أحمد عبد الرسول. مساء الخير أستاذ أحمد. اهلا كابتن محمد، مساء الفل. دايما كده ان شاء الله تبقى معانا. شكرا، شرفت بحضرتك. هبدا مع حضراتكم بلقاء النادي الاهلي ومصر المقصه. ونادي الاهلي صراحه في لقائه بالامس هدم بنتيجه 3 أهداف مقابل 2 في مباراه الفرص الضائعه. النادي الاهلي الصراحه على الرغم من خسارته هذا اللقاء، ولكن كان بيأدي اداء جيد جدا، كان في العديد من الفرص، في كورتين في العارضه، في فرص لاجاييه، في فرص لمؤمن زكريا، فرص لازارو، فرص لاغلبيه معظم نجوم الفريق، كلهم ضيعوا فرص، حتى باكا الجنوب افريقي له على الاقل 3 فرص في هذا اللقاء. ولكن ده ما يضيعش ولا يبخس حق فريق مصر المقاصه، اللي هم ادوا مباراه جيده، ولكن في حاله وجود توفيق في هذا اللقاء كان النادي الاهلي يتفوق بعدد وافر من الاهداف. ولكن هي دي كوره، 50 لقاء النادي الاهلي لم يهزم فيهم داخل مسابقه الدوري العام، وهي دي كره القدم. هيجي لك يوم ما تبقاش، يبقى مش يومك، تبقى غير موفق، زي ما حدث في نهائي دوري ابطال افريقيا، ايضا حدث بالامس. النادي الاهلي كان الافضل، كان الاكثر وصولا الى المرمى، ولكن نادي مصر المقاصة كان بيحالفه التوفيق، والتوفيق كان محالف مصر المقاصة خاصة في الشوط في الهدف الثاني. يعني لو حضراتكم كده تتذكروا تمركز حكم اللقاء كان في نص الملعب، وكرة كانت رايحة من لعيبة النادي الأهلي من الجانب الأيمن، وفي 2 لعيبة وسط ارتكاز، وخبطت في الحكم قبل ما ترد مرتدة عشان يحرز منها فوافي الهدف الثاني. طبعا الحكم لاعب، لكن تمركزه مفيش، يعني حكم بيبقى واقف في نص الدايره بتبقى قليله جدا، ودي مع حكم بقيمه حكم اللقاء صعب انها تتكرر. يعني غلطه زي دي ما تتكررش مع هذا المستوى من الحكام الا قلما، وسبحان الله لما تحصل مع النادي الاهلي، خاصه ان وانت معاك طريقه لعب النادي الاهلي. انا برضو هشرحها لحضراتكم، هتشوفوها على الشاشه، ان طريقه لعب النادي الاهلي في ان انت بتفتح خطوطك عشان تهاجم، فعشان تفتح خطوطك عشان تهاجم لازم الدفاع بيفتح والاطراف بيفتح، الجنبين بيفتحوا، واللي الاثنين وسط نص الملعب هم اللي بيبنوا لك الهجمه. ففي بدايه الهجمه لما خبطت الكوره في الحكم ورجعت لمهاجمي نادي المقصه، كان دفاع الاهلي اوريدي عامل استريتش وفتح، وجت الكوره دخلت في مرمى النادي الاهلي، ودي خطا طبعا من دفاع النادي الاهلي، ولكن بدايه الهجمه اللي قطعها هو حكم اللقاء، ولكن للاسف كان سوء حظ كبير جدا من النادي الاهلي. يا محمد، بالتاكيد لك تعقيب على لقاء الاهلي والمقصه. والله انا شايف ان المباريات دي طبيعي انها تحصل في الدوري وفي مشوار الاهلي، طبيعي ان الاهلي يتعثر في بعض المباريات، التعثر ده اعتقد مع المباريات المؤجله الباقيه في حال تحقيق الاهلي وهو المتوقع، يعني نتائج ايجابيه مش هيتاثر كتير موقفه في جدول الدوري. بالتاكيد طبعا لما الجاب يقل شويه مع الاسماعيلي اللي هو المتصدر حاليا واللي في حاله ارتقاء الاهلي هيبقى الوصيف، اكيد ده هيدي اثاره بشكل اكبر للدوري. لكن انا شايف ان فريق المقصه من افضل الفرق، ومش انا بس، اكيد كل المتابعين شايفين فريق المقاصه سواء مع مدير الفني السابق كابتن ايهاب جلال او المدير الفني الحالي اللي اثبت نفسه بشكل رائع كابتن عماد سليمان، من الفرق الممتعه جدا في الدوري، من الفرق اللي بقى لها شخصيه جدا جدا. الناس بقت تستمتع بمباريات المقاصه، وده شيء ايجابي جدا في حق فريق حديث العهد بالدوري الممتاز بحكم عدد السنين اللي لعبها. اعتقد انه بقى فريق له بصمه مهمه جدا، وهو وصيف الدوري وهيمثل مصر في دوري ابطال افريقيا. دي نقطه مهمه جدا، لان في بدايه الموسم لما كانوا مع كابتن مؤمن سليمان وضعهم في جدول الدوري غير لائق، كان ادائهم كمان، يعني الاداء ما كانش سيء لكن كانت النتائج سيئه جدا. البعض قلق على صوره ممثل مصر الثاني بجانب النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، لكن اعتقد بالفورمه اللي وصلوا لها الفتره دي، لا اعتقد ان المقصه قادر ان شاء الله ان احنا نشوفه بشكل لائق في دوري ابطال افريقيا. بص هنا الكره اللي ارتدت على النادي الاهلي، يعني حظ النادي الاهلي خبطت فين؟ في الحكم. فلما ردت ليه فرقه المقاصه هنا، حتى بص ان نص ملعب النادي الاهلي هنا، يعني عبد الله السعيد مجهز نفسه انه يستلم، وجنبه اجاييه، واللي موجود بس هو عمرو السوليه. فلما رجعت مرتده ليه
مصر المقاصة عندهم زيادة عددية بالسرعة طبعا الاثنين سرد باكين الكرة معاك بيبقوا فاتحين مسافة 40 متر وكرة مفاجأة كمان لأن خط دفاع الأهلي ما كانش متوقع ده لأن عبد الله كان لوحده خالص حتى ما كانش يعني ما كانش فيه لاعب ارتكاز أو مدافع واقف قصاد عبد الله السعيد فكان حتى لو أخطأ في إنه يستلمها ما كانتش هترتد كده فحتى ده أثر على موقف لاعبي دفاع الأهلي اللي كانوا واقفين اتخطفوا طبعا بلغة الكرة في الكرة دي يعني بالتأكيد أبو حميد ليك تعقيب على الماتش يمكن بتفق مع أستاذ أحمد إنه أكيد النتيجة مش هتأثر على مشوار الأهلي في الدوري يمكن بس هي ليها واقع خاص شوية إنه هي الخسارة الأولى من أكتر من السنة اللي فاتت من 2016 نحو 50 مباراة فيعني ده ليه واقع شوية على جمهور الأهلي وعلى اللعيبة وعلى الجهاز الفني ولكن لسه مشوار الأهلي طويل الأهلي ليه ماتشين مؤجلين الأهلي تاني الدوري يعني يستل الوضع مطمئن الفرق بسيط عن الإسماعيلي المتصدر فإذا هي وطبعا برضو احنا كنا قدام خصم السنة دي بيقدم مستوى جيد فاز على النجاح انه يقدم مستوى جيد قدام الزمالك وفاز عليه فبالتالي الماتش برضو ما كانش الخصم ما كانش بالسهولة دي وطبعا برضو في جزء بالنسبة للنادي الأهلي هو أنه الإنهاك واضح جدا على اللعيبة توالي المباريات النادي الأهلي خلص البطولة الأفريقية ودخل على طول على الدوري وبيخلص مؤجلاته فتتابع المباريات وتواليها أكيد مأدي برضو أنه اللعيبة يعني أكيد كانت محتاجة وقت فاصل شوية التقاط الأنفاس تمام التقاط الأنفاس بالنسبة لفريق النادي الأهلي خلينا برضو نقول لحركه سريعا النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب هيكمل الجلسة اللي كانت عقدت في يوم السبت بتستكمل النهاردة إن شاء الله زي ما حضراتكم عارفين ان في الجلسه المبدئيه اللي كانت في اول جلساته في يوم السبت كان تم تعيين الكابتن المهندس عبد القيعي متحدث رسمي عن النادي الاهلي لوسائل الاعلام وللكل اي قرار من مجلس اداره النادي الاهلي هيتم اعلانه عن طريق الباشمهندس عبد القيعي ده ايضا كان في حزمه قرارات خدوها طبعا مجلس اداره النادي الاهلي كان ايضا موضوع المكتب التنفيذي وعلى رئاسته الاستاذ العمري فاروق رئيس ل المكتب التنفيذي مع الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق وعضويه كل من الاستاذ خالد مرتجي كابتن رني عنايل وكابتن مهند مجدي ده المكتب التنفيذي للنادي الاهلي ده اللي كان في اجتماع يوم السبت النهارده هتستكمل ان شاء الله باقي قرارات مجلس اداره النادي الاهلي بالتوفيق ليهم في كل المجالات هي بدات في الساعه الخامسه الجلسه اليوم الاثنين ان شاء الله هيكون في ايضا حزمه قرارات لمجلس اداره النادي الاهلي ويا رب دايما تكون في التوفيق والصالح النادي الاهلي باذن الله واستكمال المشوار اللي تدوه لمجلس اداره النادي الاهلي باذن الله ومواصله الانتصارات. ايضا في كلام كان على وديه النادي الاهلي مع اتلتيكو مدريد وهو مش هيبقى النادي الاهلي لوحده هيبقى كل يعني كل ما يحمل الاهلي طبعا النادي الاهلي الحمد لله عنده اهلي طرابلس واهلي بني غازي وكان في اهلي دبي يعني كل اهلي جده كل الانديه اللي معاها شعار النادي الاهلي او كلمه النادي الاهلي في اسمها هتكون متواجده في لقاء ودي مع اتلتيكو مدريد وده اللي خلى الحاج عامر حسين رئيس طبعا لجنه المسابقات تحدث ان النادي الاهلي قادر ان هو يعني ما يبقاش عنده مشكله لانه في ماتش مع النادي الاهلي وبتروجيت يوم 29 قادر على معالجه هذا الامر لان مش كل لعيبه النادي الاهلي هتشارك في هذا اللقاء كقوام اساسي فمن ممكن اللعيبه اللي مش هتلعب ماتش بتروجيت تشارك في اللقاء الودي اللي تحت شعار السلام وضد الارهاب ودي مبادره جميله جدا من النادي الاهلي ومجلس ادارته وتحت رعايه ايضا الشيخ تركي الشيخ اللي بيرعوا هذا اللقاء. خلينا نروح لقرعه دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا اقيمت اليوم القرعه دور طبعا الكل دلوقتي خلاص بقى بيتابع هذه القرعه ولا كانها قرعه الدوري الممتاز لمصر النهارده هبحث بقى مع ضيوفي الكرام هذه القرعه اللي جاءت قويه في بعض الاحيان وسهله الى حد ما ابدا بيك ابو حميد كيف شاهدت القرعه ومراسم اجراءها الشكل العام دايما بيطلعوه على اعلى مستوى طبعا هم حريصين جدا على النقطه دي القرعه في حد ذاتها هي حدث متابعه القرعه طبعا الحدث الاهم هو انتظار نتائج القرعه ومتابعه نتائج القرعه لكن حتى القرعه في حد ذاتها بتكون حدث مميز انا شايف ان كنا محظوظين ان احنا متوقعين من البدايه قرعه مميزه يعني النتائج اللي حصلت في دور المجموعات هي اللي نبأت من البدايه ان احنا نشوف دور 16 ممتع جدا نتكلم ان فرق بحجم يوفنتوس وصيف بنتكلم ان بايرن وصيف ريال مدريد حامل اللقب وصيف
فرق حتى عندها خبره كبيره زي سيفيا الاسباني وزي بورتو البرتغالي، فمن قبل بدايه القرعه واحنا متوقعين ان هتجيلنا نتائج صدمات تبقى ممتعه جدا، وده اللي حصل ان احنا عندنا تقريبا 5 ماتشات من الثمان ماتشات، 5 قيمتهم كبيره جدا جدا، حتى الاتحاد الاوروبي يعني على صعيد الناحيه التسويقيه المهمه جدا، كل يوم من الاربع ايام اللي هتلعب فيهم دول الثمانيه في مباراه من اللي هي طراز كلاس اي يعني، فده طبعا في صالح المشاهد وفي صالحنا احنا. الصدمات طبعا انا شايف ان مباراه زي توتنهام اللي بيقدمه السيزون ده شيء رائع مع يوفنتوس، بنتكلم ريال مدريد وباريس سان جيرمان طبعا قمه الجوله في خصوص يعني خاصه اللي قدمه باريس السيزون ده، ونقدم اقوى هجوم في تاريخ دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا، والنجوم الكبار جدا اللي انضموا لتشكيلته وابرزهم نيمار طبعا. اعتقد ان سيفيا ومانشستر يونايتد برضو مواجهه محترمه جدا، سيفيا عنده خبره اوروبيه كبيره جدا، كسب 3 اوروبا ليج بشكل متتالي. هناخد استفاضه بقى طبعا شرح لكل المواجهات، ولكن المنظر الشكل العام لطريقه تقديم القرعه ووجود سخونه ومنافسه قويه جدا، اعتقد ان هي بقت خلاص بقت الحدث الاهم بالنسبه لكل المشاهدين. انا اذهب الى احمد عبد الرسول، يعني كيف شاهدت مراسم القرعه في التقديم وفي الفرز؟ بالتاكيد ما فيش شك، يعني بقت يعني دوري ابطال اوروبا بقى كل ما يتعلق به من بس لمباريات لملاعب للقرعه نفسها بتتعمل بشكل احترافي جدا، يعني بيقدموا كل حاجه على اكمل وجه. الخروج كمان المنافسات بالشكل اللي احنا شفناه ده كان مفاجأة للبعض، يعني البعض كان بيتوقع مثلا مفاجآت أصعب من كده. يمكن أبرز حاجة زي ما الأستاذ أحمد تطرق، الريال وسان جيرمان، يوفنتوس وتوتنهام، تشيلسي وبرشلونة. يمكن احنا كمان في مصر عندنا سنة متابعة زيادة للاهتمام بالتشامبيونز ليج اكتر من المعتاد لوجود نجمنا محمد صلاح. ده اكيد فليفربول واخد من اول ما راح لبازل واحنا تمام. كلنا بدأنا فعلا نتجه من ايام بازل واحنا بنتابع التشامبيونز ليج والدوري الاوروبي يعني بالتوازي مع بعض. وجود صلاح المره دي كمان مخلي الموضوع الاهتمام اكبر، الاعلام عايز يتابع، عايز يشوف ليفربول هيواجه مين. طبعا ليفربول وقع في القرعه في نصيب بورتو البرتغالي، من وجهه نظر البعض ممكن تعجل شويه ووصفها بالسهله، المواجهه سهله، ولكن يعني انا بشوفها شخصيا انها متوسطه. يمكن طبعا ليفربول محظوظ انه ما وقعش، هو كان ليفربول متصدر من المتصدرين، فكان هيواجه الفرق الوصيفة كان فيها الريال وبايرن ويوفنتوس وتشيلسي، فكون ان هو يطلع من حظه بورتو فده مش من الفرق التقال قوي او الكبار قوي، ولكن برضو يظل بورتو منافس قوي وله خبرة أوروبية وهيبقى يعني ند لليفربول بالتأكيد. ادي امام حضراتكم يعني الفيديو للقرعة، وادي تشيلسي و فريق برشلونه وبيجيبوا فيديو لده وفيديو لده، وايضا كان في مواجهه في الاول ما بين اس روما وبشكتاش التركي، وايضا كان في فيديو لاس روما وايضا لفريق بشكتاش التركي. بقى حضراتكم ده بازل هيواجه مانشستر سيتي، ولازم هم بيعرفوا حتى بيعرضوا يعني لما في فرقه بتواجه الثانيه بيجيبوا هنا وهنا، وادي بايرن ميونخ، كل الفرق اللي بتلعب بيبقوا عندهم يعني احساس كده في التنظيم وبيقدم لك شو. انت بتقعد تتفرج على مراسم القرعه، حتى دلوقتي القهوه يا ابو حميد بقت في مكتظه في اي قرعه بيعملها الاتحاد الاوروبي. صحيح، زي ما اتفقنا هي القرعه في حد ذاتها هدف، وفيديو زي ده احنا كنا قاعدين كمشاهدين حتى مش كصحفيين مستمتعين بيه ومستمتعين بطريقه العرض. كل فريق في بدايه الفيديو النجم اللي هو ابرز نجم زي ما شايفين قدامنا بافون ليفربول كان طبعا محمد صلاح، وده شيء يشرفنا جدا. اتكلم عن ليفربول بالظبط، يعني في وجود نتكلم فريق في كوتينيو في فيرمينيو في ساديو ماني وفي يعني ومحمد صلاح هو نجم نجوم الفريق، ده شيء شرف كبير جدا وحاجه ما كناش بنحلم بيها زمان. لكن صلاح رفع سقف طموحاتنا الى ما لا نهايه، يعني مانشستر سيتي طبعا واحد من اهم فرق البطوله، مانشستر يونايتد، فطريقه العرض وطريقه الاخراج لا طبعا الاتحاد الاوروبي هو دايما رائد، حتى يعني البعض كان يعني كان وما زال بيقول انه بيتفوق في الناحيه التنظيميه حتى على الفيفا، يعني حتى في طريقه العرض وطريقه الموقع الالكتروني بتاعهم هم سباقين دايما. فده طبعا شيء زي ما انت تفضلت قلت شيء مهم جدا في اي مكتب يعني. التنفيذي في الاتحاد الاوروبي يعني عاملين لجان عشان تطوير منظومه داخل هذه البطوله، بطوله دوري ابطال اوروبا بالنسبه لهم عايزين يخلوها حتى تبقى ليها مردود يعني مقابل لكاس العالم. صحيح، فحطوا في اللجنه الفنيه راسها سير أليكس فيرجسون،
معاه جيرار اوليه طبعا المدير الفني السابق لليفربول. طبعا أليكس فيرجسون لما انا بقوله الناس كلها عارفه انا المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد اسطورتهم، فعشان يضيفوا كل الاضافات الفنيه لكل فرق البطوله ويعالجوا اي مشكله ممكن تواجه اي فريق من الفرق عشان تبقى البطوله في الاخر بهذا الشكل. ولكن قيمه التنظيم مع قيمه العرض مع موضوع القرعه ان انا يوصل لي في الاخر مضمون بهذا الشكل من التنافس، اعتقد ان ده اكبر نجاح لاتحاد زي الاتحاد الاوروبي. ورب نشوف دوري ابطال افريقيا يعني يبقى نص هذا او ربع هذا الانجاز. طبعا الموضوع في افريقيا صعب جدا، مظبوط، يعني العوامل الماديه والعوامل الحاجات الكبيره في السفر وظروف المناخيه طبعا، فبالتاكيد يعني الناس بتنبهر وهي شايفه موضوع اجراء القرعه. خلينا نخش في القرعه بالشكل الاستفاضي. هتحدث في البدايه طبعا ما ينفعش ابتدي اي حاجه وليفربول موجود فيها من غير ما ابتدي بليفربول، لان محمد صلاح خلاص فرض على العالم كله هذا الامر، لدرجه ان يعني حتى في مواقع بتبتدي تقول لك ان مصر فيها ثلاث عجائب، الاهرامات وسفنكس ومحمد صلاح. دي حاجه من الحاجات اللي الواحد بيبقى فرحان، هي دي الكوره يا جماعه، القوه الناعمه. في ناس بتبتدي تقول لك كره القدم تعمل ايه؟ لا، تعمل كتير. كرة قدم ممكن تغير لك سياسة، كرة قدم ممكن توصل لك سياحة، تعلي لك مستوى السياحة. يعني برضو مع ضيوفي انت شايف كل لسه بنتكلم قبل الهوا، الدوري الانجليزي عمل ايه في انجلترا من ناحية السياحية؟ طبعا يعني حتى كنا بنتكلم عن الجيمز حتى ولعبة فانتازي وازاي الجمهور ازاي اللعبة فاني حاجة فور فان زادت من نسب متابعة الدوري الانجليزي، وبقى المتابعين بعد ما كان زمان المشاهد العادي اللي بيحب مانشستر يونايتد بيتابع مانشستر يونايتد، النهارده بيتابع ويست بروميتش وبيتابع سوانزي عشان يشوف لعيبته المفضلين في جيم في فانتزي. فلا الكرة القدم مؤثرة بشكل كبير جدا. أنا فاكر في فترة من الفترات بعد تقريبا سنة 2002 كان في تقرير معمول في إحدى الصحف الأوروبية ويتكلم عن إن أشهر دولتين عربيتين في الفترة دي كانوا السعودية وتونس، لأن هم اللي كانوا تأهلوا بشكل مستمر من آسيا ومن أفريقيا، تأهلوا لكأس العالم ثلاث مرات على التوالي في 2006، فبقوا الدولتين الأشهر لما حد يتكلم عن العالم العربي لقوا إن معظم الجماهير العادية عارفين السعودية وتونس أشهر دولتين في العالم العربي لأنهم هم اللي بيلعبوا في كأس العالم. ظهور يعني تأهلنا لكأس العالم أفادنا كتير جدا جدا. فلا طبعا كرة القدم قامت بينها يعني حروب السلفادور وهندوراس في سنة 70، دول رجعت، دول كان في بينها قطيعة سياسية رجعت بسبب كرة القدم. النهاردة بقى البعض بيتحدث عن استخدام كرة القدم، أحد سيناتور إيطالي كان بيتكلم من حوالي شهرين عن أنه حابب أنه هو ينهي الأزمة اللي ما بين كوريا الشمالية والعالم بمباراة كرة قدم، بيقول أنا بقترح أن أنا على علاقة شخصية هو بمسؤولين هناك أن منتخب الأرجنتين لأنه له شعبية هناك يروح يلعب مباراة مع كوريا الشمالية. فدي قيمة وتأثير كرة القدم، طبعا هي الشيء الأحب على الإطلاق لكل الجماهير. هم برضو دي حاجة إيجابية جدا. أنا برضو عايز أعلق على الفيديو اللي بتلعب ده، زابي ألونزو واحد من أكبر النجوم منتخب اسبانيا وطبعا نادي ريال مدريد وليفربول، وهم دايما بيكرموا حد من النجوم القدامى في اي قرعه هم بيعملوها، بيعرفوا الصراحه يحضروا كل شيء على اعلى مستوى. اتمنى ان احنا نوصل الى هذا المستوى. احمد عبد الرسول، هرجع لنقطه الدوري الانجليزي يستقطب السياحه. هل عودة الجماهير في الدوري المصري قادرة ان هي تمشي حركة السياحة الى مصر مرة تانية؟ بالتأكيد ما فيش شك، لانه عودة وجود الجمهور، اولا كرة القدم زي ما اتفقنا وكنا بنتكلم، هي يعني عامل جذب شديد للسياح، بمعنى انه وجود استقرار في الدولة وحضور جماهيري مستقر. طبعا معروف عن مصر في السنين الأخيرة ان الجماهير ما حضرتش بسبب الأحداث المتتالية اللي جرت زي استاد بورسعيد واستاد الدفاع الجوي، فده بيدي إيحاء شوية بعدم الأمان. كان عندنا امل انه يعني اتحاد الكوره وخصوصا الاتحاد الجديد برئاسه المهندس هاني ابو ريده، اعتقد انه الفكر بتاعهم متطور ومواكبين وعندهم علاقات كويسه، كان في امل ان هم يقدروا بالتنسيق مع الداخليه يسرعوا شويه الاجراءات بتاعت عوده الجماهير، لانه ده اكيد من شانه انه هيدي رساله اطمئنان للدول المحيطه، للناس اللي بتشوف من بره، الناس اللي بتتابع الكوره بتاعتنا. اعتقد انها بقت مسمعه بره دلوقتي في ظل وجود عدد من النجوم بره زي محمد صلاح، زي محمد النني، الاسامي اللي موجوده بره في الدوريات الاوروبيه.
بالتأكيد الناس بتسمع عن مصر بتشوف، فلما يسمع حد انه الكرة بتتعمل بدون جمهور او بدون حضور جماهيري اكيد ده بالتأكيد هيدي مؤشر شوية لانه لسه الامور مش مستقرة في البلد، فطبعا بالتأكيد عودة الجمهور هيساهم في تحسن الامور باذن الله. طبعا حضراتكم شايفين الناس اللي مكشره دي مندوبين الانديه، طبعا كله بيفكر انا هلاعب مين، كله مش عايز يعني حدش عايز يواجه ريال مدريد، حدش عايز يواجه برشلونه، حدش عايز يواجه مانشستر سيتي طبعا مع جراديولا، فدايما بيبقى كل واحد مكشر متنشن مستني بقى زابي الونزو وهو بيسحب هيجيب له مين، وده اللي حتى يعني ما بينه وما بين يعني المقدم. وطبعا زابي الونزو واحد من اللعيبه اللي خدت اثنين تشامبيونز ليج قبل كده، واحده مع ليفربول وواحده كمان مع ريال مدريد، لعيب من الظهير الثقيل يعني حاجه ثقيله في كره القدم زابي الونزو، من اللاعبين اللي كان عليهم اجماع لان هو لاعب ستايله حلو في الملعب، ستايله شيك قوي كان في كره القدم، وكمان لاعب اخلاقه عاليه جدا ويعني حتى المنافسين كانوا بيحبوه. طبعا هو هيرتبط بقى مع ممثل الانديه بذكريات، يعني سواء اللي جاب له قرعه كويسه او اللي جاب له صدام طبعا زي ما انت تفضلت. احنا بنحب كافو خلاص عشان جاب لنا روسيا والسعوديه، وكان جاب لنا مثلا زي المغرب الاسبانيا والبرتغال او انجلترا وبلجيكا كنا هنفتكره بذكرى سيئه يعني. فطبعا ده بتبقى من الحاجات اللطيفه في مراسم القرعه يعني. فبوجود زابي الونزو ادي حضراتكم اهو دول يعني طبعا ادي نيدفيد كنا لسه بنتحدث عليه، وادي نيدفيد ظهر في الصوره تحدث عليه قبل الهوا يعني، وواحد من نجوم كبار طبعا هو من احد ممثلي فريق اليوفي. وهنبتدي طبعا بالقرعه ليفربول واف سي بورتو. طبعا ليفربول نادي انجليزي في مدينه ليفربول واحده من اشهر المدن وميناء كبير جدا محمد صلاح، واف سي بورتو طبعا نادي كبير كان بيلعب ليه رابح ماجر ومن قبله حصل على بطوله دوري ابطال اوروبا، وكان معاه ايضا تشامبيونز ليج في نهايه الثمانينات، وايضا مع جوزي مورينيو في 2004 2005 خد معاهم برضو دوري ابطال اوروبا. ففرقتين اعتقد ابو حميد هنبتدي ابدا بيك في هذا اللقاء، كيف ترى مواجهه ليفربول واف سي بورتو؟ والله هي مواجهه بلغه الكوره مفخخه يعني ليفربول اعتقد لو كان عنده مواجهه اصعب كانت هتبقى اكثر وضوحا من مواجهه بورتو. البعض بيصف مواجهه بورتو انها مواجهه سهله وانا مش متفق مع ده قوي يعني. بورتو صحيح ما قدمش مستوى كبير في دور المجموعات ولو انه رجع في الدور الثاني بشكل كويس، لكنه عنده خبرات اوروبيه كبيره جدا، مش يعني لما تتكلم عن فريق واخد ثلاث بطولات اوروبيه في اخر 14 سنه ده رقم مش قليل يعني، واخد تشامبيونز ليج مع مورينيو طبعا، وكان قبلها كسب كاس الاتحاد الاوروبي، ومن حوالي 5 أو 6 سنين كان كسب يوروبا ليج مره ثانيه بقياده راداميل فالكاو اللي تالق بعد كده في اتلتيكو مدريد ودلوقتي بيلعب في موناكو. فريق عنده خبرات كويسه جدا، نتكلم عن ياسين ابراهيم الجزائري مايسترو الفريق ولاعب مميز جدا وهدفهم في البطوله، وباسم بوباكر اللي عامل موسم مش طبيعي يعني. باسم بوباكر انا شايف ان هو مظلوم قوي في حته تقييم اللاعبين الافارقه، عامل ارقام واداء مش طبيعي مع بورتو سواء محليا او حتى في تشامبيونز ليج. فلا بنتكلم عن فريق عنده ماكسي بيريرا الظهير الايمن المخضرم اوروجواي اللي هنلعب قصاده في كاس العالم، لا يعني عنده مجموعه من الخبرات. انا شايف ان المباراه مش هتكون سهله على ليفربول، لكن في المقابل ليفربول قدم نفسه بشكل كويس في دور المجموعات، في بعض الاخطاء الدفاعيه طبعا اللي يجب تداركها، واعتقد ان هو ربما يدعم بصفقه فينال لو قدر، لو نجح ان هو يتعاقد مع فان ديك مدافع ساوثامبتون، وخاصه هو ما لعبش مع اي فرقه في بطوله دوري ابطال اوروبا فقدر انه يواصل معاهم في بقيه المشوار. بالظبط دي نقطه مهمه جدا، ان هو لو راح لهم زي ما انت تفضلت هيلعب معاهم مباشره في تشامبيونز ليج، ودي النقطه اللي بتعمل مشاكل لانديه الصفقات، ان هو احيانا يبقى عايز يتعاقد مع لاعب وعنده فرصه كويسه جدا زي كوتينيو وبرشلونه مثلا، ما يقدرش النهارده لو جابه مش هيلعب معاه في تشامبيونز ليج فهيخسره في بطوله مهمه جدا. انا شايف طبعا تبقى فرص ليفربول هي الافضل، لكن مش بفارق كبير او مش بجاب كبير زي بعض الناس متخيلين، اعتقد انها تبقى مواجهه يعني مواجهه ليست سهله من فيها شيء من التكافؤ. احمد عبد الرسول، هل ترى ان ليفربول بوجود صلاح بوجود ساديو ماني بوجود فيرمينيو بوجود كوتينيو له افضليه في هذا اللقاء، ولا شايفها برضه مواجهه متكافئه؟ والله برضه يمكن زي ما قلت انه يبدو الموضوع سهل، ولكن يظل بورتو مهاجم ند قديم وعنيد وله خبره في المسابقات الاوروبيه. طبعا اكيد بالتاكيد التالق الواضح لصلاح في الفتره الاخيره ومعاه النجوم كوتينيو وساديو ماني في الفتره الاخيره وتحديدا في دوري الابطال هم قدموا عروض كويسه، فيمكن بس الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه الاخطاء الدفاعيه او المشاكل الدفاعيه اللي عندهم، ولكن ليفربول كويس ماشي يسير بخطى كويسه من بدايه البطوله، فده هيرجح كفته طبعا، ولكن هيظل يعني وبالتاكيد بورتو ما هواش الريال ولا تشيلسي ولا يوفنتوس، ولكن هيظل برضو اختباره صعب،
وبالتأكيد أنه تألق صلاح تحديدا والكلام اللي اتقال على أنه هو جايز يمشي أو يروح ريال مدريد أو كده، أنا بعتقد شخصيا أنه صلاح هيستمر على الأقل، يعني مسؤولي ليفربول أو الجهاز الفني هيبقى حريص على استمرار صلاح معاه في الفترة اللي جاية على أساس يكمل معاهم بشكل كويس دوري الأبطال والمسيرة في الدوري الإنجليزي، ويبقى حتى لو في أي احتمالات لبيعه هتبقى ده في نهاية الموسم مش في ال... طب هل شايف تألق صلاح والتألق الكبير وكاب جون امبارح ممكن من أحلى أهداف الدوري الإنجليزي أمام أفرتون في ديربي كبير، وحتى كان في لغط أن لماذا تم استبدال صلاح، هل شايف أن صلاح انفجر في الدوري الإنجليزي حتى في وجه منتقدين هو لا يصلح للدوري الإنجليزي؟ والله يمكن صلاح عامل ما شاء الله موسم استثنائي، هو امبارح ده هدفه ال 13، خطف تاني صدارة هدافي الدوري من هاري كين لاعب توتنهام، رفع رصيده مع ليفربول ل 19 هدف من بداية الموسم في كل المشاركات أو في كل البطولات، فبالتأكيد دي بداية استثنائية وغير طبيعية. بالتأكيد صلاح عنده، يعني ما فيش شك أنه عنده دوافع داخلية أن هو يثبت وجوده ويرد على الفترة بتاعه تشيلسي اللي ما كانتش ناجحه او ما كانتش يعني بالتوقعات المطلوبه، ولو هو ما اعلنش ده بشكل صريح ولكن بالتاكيد ده جواه. يمكن دايما يعني يمكن كمان فكره انه صلاح مرشح لجائزه البي بي سي كافضل لاعب افريقي وجائزه الكاف لافضل لاعب افريقي في العام، بالتاكيد دي برده كلها حاجات من العوامل اللي اثرت بالايجاب عليه وخلته يؤدي بشكل طيب حتى امامنا. هو ده هدفه في الارسنال، خد الملعب كله. طبعا صلاح لما بياخد الكره وبيجري خلاص يعني كده الموضوع انتهى بالنسبه لاي حد، حتى لو كان بيلرن اللي هو واحد من اسرع لعيبه العالم، ولكن مع صلاح الموضوع ما فيش مشكله. زائد ان هو ينوع بقى، في ناس يقول لك اصل هو مش حريف يقوم جايب لهم جون مرقص فيه اثنين، حد يقول لك اصل هو مش شويط يقوم جايب لك جون شوطه، واحد يقول لك اصل هو لا هيتمسك قدام الكبار مش هيجيب اجوان يقوم جايب في الاجوان. فهل حتى يورجن كلوب ما كانش متوقع كده؟ احمد فضل، والله عشان نكون صراحه كلنا ما كناش متوقعين كده، انا شخصيا ما كنتش متوقع كده. انت كنت متوقع؟ لا دي حقيقه، دي حقيقه فعلا، اتكلمنا في بدايه السيزون. لكن صلاح انا شايف طبعا رقم واحد واثنين ورقم 10 هو صلاح نفسه، لكن كمان بعد التالق والتحدي الكبير جدا اللي كسبه وصاد كل منتقديه، كمان طريقه لعب ليفربول كان محظوظ جدا ان هو ينتقل لليفربول تحديدا، لان غياب راس حربه بقيمه كبيره في ليفربول اداله حريه اكتر. يورجن كلوب بقى بيدفع بيخليه يسقط كمهاجم تاني في بعض الاوقات، واوقات كمهاجم صريح، وهنا بيجيب بدماغه وبيجيب بالهيدو. لا هو صلاح ما شاء الله يعني هو ايه كل المهارات, المهارات التسجيل ابتدى يبقى كويس فيها، يعني مثلا كان الناس يقول لك لا ما بيجيبش جوان الفينش وبيجيب جوان. كان في انتقادات ان الفينش بتاعه فيه مشكله، فعلا اتطور بشكل مذهل في نقطه الفينش اهو شايفين، يعني ده فينش مهاجم من طراز رفيع يعني. لا صلاح ابهر العالم كله. اتكلم عن يعني في بدايه السيزون كانوا بيتكلموا مع بعض نجوم ليفربول القدامى، توقعاتك ايه بالنسبه لصفقه زي صلاح؟ قالوا لو سجل السيزون ده حوالي 15 جول يبقى شيء رائع، لو سجل 20 او 25 جول يبقى شيء مبهر طوال السيزون. بنتكلم ان هو في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي هي تقريبا تلت السيزون 19 جول في كل المسابقات و13 جول في بريمير ليج، متصدر هدافي ترتيب بريمير ليج على مين؟ على هاري كين مهاجم انجلترا، اجويرو مهاجم الارجنتين، موراتا مهاجم اسبانيا، جيسوس مهاجم البرازيل، لوكاكو مهاجم بلجيكا، كلهم فراوده تسعه، يعني اللي هو سترايكر شغلته الصريح، دول الناس اللي بتكلم على المهاجم الصريح. فلا طبعا اللي بيعمله صلاح ده هدف امام توتنهام، يعني هو احرز امام الارسنال، احرز امام ايفرتون، احرز امام توتنهام. ما فيش بقى غير مانشستر يونايتد هو اللي لم يحالفه التوفيق، ورغم ان هو كان عامل ماتش كويس، وايضا مانشستر سيتي. يعني هو مدينه مانشستر ان شاء الله، يعني ان شاء الله في الدور الثاني باذن الله هيسجل في الاثنين ان شاء الله باذن الله. وده بيبين لنا برضو قيمه، يعني هو بيلعب على انهي مدافعين وبيقدر ان محدش يعني ما بيتمسكش. طبعا يعني انت شايف ان صلاح حتى الان قادر جوه الدوري الانجليزي انه يمسكه؟ لا هو بالتاكيد هو عامل الفارق في الملعب، مأدي بشكل مأدي يعني الجون زي ده بالكعب مثلا. يا يمكن انا كمان افتكرت دلوقتي واحنا بنتكلم على المهارات بتاعه صلاح، افتكرت السنه اللي فاتت كنا بنغطي اخبار صلاح باستمرار، كان سباليتي اكتر من مره ينتقده في روما. يعني فيمكن السنه دي ما شاء الله هو طور فعلا، يعني ده بيأيد فكره تطويره من نفسه. كان سباليتي كتير ينتقده في السرعه او في انهاء الهجمه، حصل ده اكتر من مره. ما شاء الله السنه دي ما فيش، يعني يمكن ما باستثناء حاجات بسيطه فرص ضئيله قوي، هو متفوق في كل الحاجات
حاجات. كمان انا رصدت حاجه بسيطه ممكن اقول لكم عليها، انه لما حصل اظن كان يوم 11 نوفمبر اعلنوا الشورت ليست بتاعه البي بي سي، من وقتها انا تابعت نتائج صلاح في المباريات مع ليفربول، جاب 6 جوان محليا وجون في دوري ابطال اوروبا، يعني 7 اهداف. انا بعتقد انه ده دافع قوي، ان هو 6 جوان في من 11 نوفمبر ده يعتبر كويس، جون في دوري ابطال اوروبا، فده اداله دافع قوي ان هو كمان يطور من ادائه احسن واحسن عشان يبقى على الاقل يعني جايزه من الاثنين من نصيبه ان شاء الله. طيب هل يعني انتقاد الاستاذ ممدوح عباس لصلاح ولما قال ان هو ما يقدرش يلعب في نادي الزمالك ودور الايام وصلاح بيلعب في اقوى الدوريات العالميه واصبح خلاص واحد من انا يعني بالنسبه لوجهه نظري الشخصيه من افضل 7 لعيبه على مستوى العالم هذا الموسم، هل ده كان دعوه بقى ممدوح عباس ليه ان هو يروح لانجلترا ويشوف يعني يقول له شكرا ان انت ما جبتنيش نادي الزمالك؟ والله ده توفيق الله عز وجل، يعني لان محمد صلاح لو كان راح الزمالك طبعا محترم، نادي الزمالك نادي كبير ونادي محترم، اي نادي كان هيقعد على الاقل سنه او اثنين او ثلاثه، وعلشان اللاعب يخرج من الزمالك او من الاهلي او من نادي كبير غير لما يخرج من نادي اقل شويه زي نادي المقاولين، مش هيطلب فيه مبلغ اكبر، ممكن يحصل تعثر في الصفقه، ممكن الجمهور يبقى فيه ستريس وضغط كبير جدا، اللاعب ما يمشيش، فده توفيق ربنا عز وجل ان انت موقف زي ده يحصل وتبوظ صفقه الزمالك وبعدها مباشره يطلب من بازل ونادي المقاولين يرحب وما يبالغش في المبلغ المطلوب وتبتدي من هنا مشوار تالقه وبزوغ نجمه في اوروبا. انا شايف ان هو ده يعني بشكل اساسي توفيق ربنا عز وجل، لان هو لاعب مجتهد ولاعب طموح، وشفنا زي ما كان بيتكلم استاذ احمد لو نراجع ارقام صلاح خلاص فعلا ما بقاش في سقف للطموح، بيتكلم ان هو لما كان في بازل شفناه كلاعب مميز ورائع وخد احسن لاعب في سويسرا، لكن ما كانش لسه اللاعب الكلاس ايه، لما راح في تشيلسي حاول شويه وكان في معاناه ان هو ياخد مكان في التشكيله الاساسيه، البعض توقع ان دي هتبقى خطوه خلاص للرجوع للخلف، وان هو ما قدرش يثبت نفسه في نادي كبير خلاص مش لعيب انديه كبرى يعني، راح فيورنتينا تالق بشكل مبهر في نص سيزون بس من فيورنتينا لروما، واجه ضغط كبير جدا لان الجمهور في ايطاليا عصبي جدا، وكانت صفقه انتقاله من فيورنتينا لروما البعض قال ان هو خان فيورنتينا لان كان في اتفاق ان هو يكمل معاهم بعد فتره الاعاره، اثبت نفسه وراح روما في نادي محترم ونادي جماهيري كبير جدا حتى لو غايب عن الابطال عن الالقاب الكبرى بقاله فتره، تالق وارقامه تطورت بشكل مبهر يعني بقى رقم واحد في روما. البعض نفس الكلام لما رجع بريمير ليج كلنا قلنا ان بريمير ليج ما فيش فيه مساحات زي ايطاليا، ما فيش فيه المرتدات اللي بتنافس في ايطاليا، فصعب ان لاعب صلاح سرعته هي يعني بالبلدي كده راس ماله، لكن فوجئنا انه بيعمل كل حاجه، فوجئنا انه اتطور في الفينش بشكل مذهل، فوجئنا زي ما شفنا الاهداف اللي اتعرضت قدامنا بدماغه، بيجيب بيركن بيشوت تسديدات قويه، بيستلم الكوره بشكل اكتر من رائع، بياخد هو انا في رايي ودي بدون مبالغه يعني في الذكاء في المساحات هو واحد من افضل 3 لاعبين في العالم في الذكاء في اتخاذ المكان المناسب، هو لاعب مش طبيعي في انه بيسرق المدافعين بشكل رائع، بيستغل سرعته بشكل ذكي، مش سرعه وخلاص، مش بيجري وخلاص في الملعب، فانا شايف ان طبعا صلاح هو مثال مبهر في في في, في تاريخ الكره المصريه كلها كيف تتطور وتصل لاعلى المستوى. وانا عايز اضيف يعني حاجات صغيره جدا لين طبعا ضيوف الكبار، اولا صلاح بدايته اي لعيب بيطلع اوروبا بيبقى عنده مشكله التاقلم، يعني هي مشكلتنا ان احنا نفشل بره فنيا قليله جدا، ان احنا عندنا مواهب، ولكن هو اختيار صائب انه يطلع على مدرسه سويسريه زي بازل، ناس بتطبق خدت من هولندا وابتدت تطبق فكر احترافي بحت في ان انا بجيب منتج بطوره عشان ابيعه بعد كده للكبار. فاول صلاح في دوري ابطال اوروبا سواء امام تشيلسي امام تاترام في اليوروبا ليج او في الشامبيونز ليج، ابتدينا نشوف شخصيه صلاح امام الكبار، عمل ايه في اشلي كول، عمل ايه في جاريث بيل لو تفتكر في لقاء توتنهام، عمل ايه في اشلي كول في لقاء تشيلسي، وده اللي خلى مورينيو ان انا عايز اللعيب ده، اللعيب ده عندي ايفانوفيتش وعندي اشلي كول ما فيش عمل معاه حاجه. نفس الشيء بالنسبه لتوتنهام، ده انا عمل ايه في فيرتونخن وعمل ايه في جاريث بيل، انا فاكر الحاجات دي بالحذافير يعني ماتشات صلاح بالذات، هو عمل ايه في مين يعني ممكن نبقى نجيب لكم كده زي الفيديو اللي طبعا بشكر زملائنا اللي جابوه كل حاجه موجوده فيه. فشخصيه اللاعب بتظهر امام الكبار دايما، يعني اللعيب الكبير اللي يظهر قدام اكبر كبير ويقول له لا تعالى ده كان رايح على جاريث بيل، وجاريث بيل كان ساعتها رايح لريال مدريد خلاص، فالموضوع لا بيقول له تعالى وبيعدي منه،
وكمل على كلامك في مباراه روما شفنا في المواجهه الفرديه بينه وبين راموس ومارسيلو لكن لقطه راموس الشهيره اللي وقع فيها راموس على الارض يعني دي بتبين الشخصيه مش بس مهاره بالزبط. زي ما انت تفضلت قيمه شخصيته في مواجهه الكبار مش مخضوض وبيدخل بكل ثقه يعني زائد ان هو صلاح طول عمره على انتقادات يعني من هو كان في المقاولين هو اصلا كان بيلعب باك ليفت وكابتن سعيد الشيني ربنا يديله الصحة يا رب واحد من النجوم الكبار في عالم التدريب هو اللي شاف صلاح عنده سرعة فيلعب قدام لأنه كورته كويسة يعني فالتغير اللي حصل وطبعا كان بيجي بقى ما أنا عايز أقول لحضرتك ده قصة كفاح كان بيجي من الباسيون يوميا عشان يتمرن ويرجع تاني وفي أحد المرات عمل حادثة بالعربية الميكروباص اللي كان بيروح بيها وطبعا أنا بقول لحضرتك واحد كان بيركب ميكروباص عشان يجي من باسيون هنا يتمرن في الناشئين المقاولين ويرجع تاني شوفوا هنا الإصرار والدقة على إن أنا عندي طموح وعندي حلم وهوصل يعني ده المفروض إن شاء الله كده صلاح ده لازم يتعمل له فيلم دوكيومنتري لازم يتعمل له فيلم وثائقي لانه يبقى نموذج لكل شبابنا اللي هيتطور في الاداء فشخصيه صلاح اللي وصل اليها هي اللي خلته في احسن صوره مع فريق زي ليفربول ومكمل في التطور لحتى ان شاء الله ياخد جائزه افضل لاعب انا عايز اسالك هل شايف ان صلاح فعلا هو من يستحق جائزه افضل لاعب في افريقيا والله يمكن أنا لسه كنت بفكر في الموضوع ده النهاردة على ذكر المنافسين معاه في الجائزة يعني زميله في ليفربول ساديو ماني فيكتور موسز نيجيريا لاعب تشيلسي نابي كيتا كلها ممكن أسامي كبيرة ممكن يبقى أكبر من صلاح في السن ليهم خبرة في الدوريات الأوروبية قبله لعبوا في أفريقيا أكتر ماتشات مع منتخبات بلادهم ولكن اللي عامله صلاح السنة دي هو حاجة فعلا استثنائية تخليه يغطي على الكل يعني هو فعلا الجهد اللي بذله وكمان ما نقدرش نغفل دور اللي عمله مع منتخب مصر يعني بلس الجزء الأداء المبهر مع ليفربول هو ساهم بقوة أنه مصر تصعد لكأس العالم بعد غياب 28 سنة كان ليه دور كبير جدا فكل ده كل اللي عمله صلاح أدى إلى أنه هو يستحق فعلا عن جدارة يعني يمكن طبعا كلنا بنتمنى انه ياخد الجائزتين ولكن انا بقول يعني على اقل تقدير جائزه منهم هو يستحقها وعن جداره وهو غطى فعلا على الاسماء الكبيره الاول انا خلينا اقول ان هم اقدم ممكن يبقوا اقدم واكثر خبره شويه ولكن هو بسنه ما نبقى بنتكلم في 25 سنه وانت بتعمل كل ده ما شاء الله فيبقى اذا هو يستحق ده وعن جداره احمد فاروق هل ترى ان عدم وجود صلاح في قائمة أفضل 20 لاعب ووجود ساديو ماني ده ادانا شعور بالقلق على موضوع جائزة أفضل لاعب في أفريقيا؟ هو بس أنا أضيف على كلام أستاذ أحمد هو قنوع شوية أنا طماع يعني شايف إن الجائزتين لازم ياخد الجائزتين يعني ولن أقبل على المستوى الشخصي بجائزة واحدة أحس ولا حد غير طبعًا شيء محبط جدا أعتقد إن هو السبوت على الدوري الإيطالي مش بحجم الدوري الإنجليزي ساديو ماني هو أفضل لاعب في ليفربول في السيزون اللي فات سواء في اختيار الجماهير او في اختيار اللاعبين خد الجائزتين فهو النجم الابرز في ليفربول وده اللي علق اسهمه كتير جدا عارفين الجائزه بتتاثر بشكل اكبر بالموسم المنتهي عشان كده رونالدو كان حاسم الجائزه لانه فاز بالتشامبيونز ليج رغم ان بدايته في السيزون ده محليا طبعا في التشامبيونز ليج هو متصدر الهدافين ومتالق بشكل ملفت لكن محليا بدايته كانت ضعيفه شويه مثلا ساديو ماني ما فازش بالدوري الانجليزي ما فاز بدوري بكاس امم افريقيا يعني مثلا ما هو كريستيانو خد كاس امم اوروبا وخد تشامبيونز ليج وكسب الدوري لكن ساديو ماني ما خدش اي بطوله ما خدش بطولات طبعا يعني انا اعتقد لو الجائزه الحسم فيها بيتاخر شويه او التصويت فيها بيتاخر شويه كان وجود صلاح في احسن 30 لاعب في العالم امر محسوم بدون نقاش يعني في رايي الشخصي لكن طبعا لكن ده برضه بكل دور في العام الجديد يعني حتى العام رغم ان تالقه وان شاء الله طبعا باذن الله التالق ده هيستمر وهيزيد كمان في النص الثاني من السيزون لكن حتى رغم الصوره الارقام بتاعه السيزون بتفضل عالقه في الاذهان لغايه نهايه السيزون يعني لما ينتهي السيزون 2016 2017 الناس هتفتكر صلاح جاب كام جول على مدار السيزون حتى لو لا قدر الله ارقامه قلت وده مش هيحصل ان شاء الله فانا اعتقد ان شاء الله في 2017 لا في البالون دور وفي جائزه الفيفا بيست هنشوف صلاح في مركز باذن الله يليق بيه يعني يا رب باذن الله احنا عندنا كلام مهم جدا وهنستفيد في باقي مواجهات دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليج ولكن بعد هذا الفاصل اوعى تروح بعيد نادي الاهلي حد
اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا وقرعه دوري الابطال دور الـ16 لبطوله دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، البطوله الاقوى في العالم. نكمل كلامنا مع ضيوفنا الكرام، ونروح بقى لمواجهه ريال مدريد وباريس سان جيرمان، مواجهه من العيار الثقيل، حامل لقب ريال مدريد وحامل لقب الموسم اللي قبله واللي بيلعب خلاص يعني زمانه وصل الامارات عشان كاس العالم للانديه، ومواجهه امام المال وباريس سان جيرمان، مواجهه التاريخ امام المال، يعني هي مواجهه كده. صحيح. باريس سان جيرمان فرض نفسه كواحد من اقوى المرشحين للقب السيزون ده. لما تشوف انك تتفوق على بايرن ميونخ في دور المجموعات، ولما تسجل هذا العدد المذهل في كل مبارياتك 7 و6 و5 وبتكسب بايرن ميونخ 3-0، صحيح خسر ايابا لكن 3-1، لكن طبعا مجموع المباراتين كان في صالحه، وبالتالي هو اللي تصدر المجموعه. انا شايف ان دي مواجهه مهمه جدا 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 في تاريخ باريس سان جيرمان كله، لان في الحاله اللي انت فيها بتلعب فريق بغض النظر عن الانتقادات اللي بتواجهه على صعيد الاداء وعلى صعيد التراجع محليا وحتى اوروبيا، ان هو رجع وصيف ورا توتنهام، ودي كانت واحده من المفاجات، رغم ان فريق توتنهام فريق محترم جدا، لكن مفيش فرصه اهم من دلوقتي انك تثبت انك فريق عنده شخصيه. السيزون اللي فات كان قريب جدا جدا من التاهل، واكتسح برشلونه ذهابا 4-0، لكن ظهرت هنا شخصيه الفريق انك ما تعرفش تحافظ على 6 ريمونتادا 6-1 الريمونتادا الشهيره جدا 6-1 انا بحب الرقم ده الريمونتادا الشهيره جدا. هنا كانت الشخصيه ان انت 3 اهداف من الـ3 جم تقريبا في نهايه اللقاء، لما تبقى فريق محتاج انك ما تدخلش فيك 3 اهداف، ما تعرفش تقفل المباراه بلغه الكوره، وما تعرفش تبقى رخم، وما تعرفش يبقى عندك خبره ان انت تحبط الفريق اللي قدامك مهما كانت اسمه ومهما كانت قيمته. هنا ظهر ان باريس سان جيرمان فريق ضعيف الشخصيه. السيزون ده شخصيته اتطورت، طبعا الشخصيه بتيجي من النجوم بشكل اساسي، المدير الفني له دور لكن من النجوم، وانضمام لاعب زي نيمار ولاعب زي داني الفيش اضافوا جدا جدا لشخصيه باريس سان جيرمان. حتى وان كان في خلافات جوه الفريق ما بين نيمار وكافاني على مين يشوط ضربه الجزاء ومين يشوط الفاولات والكلام ده كله اللي احنا حاسين بيه حتى مش بس شايفينه. صحيح، بس اعتقد ان هو مع الوقت هيزول. فكره ان هو نيمار كان جاي جديد على الفريق، كان في نقطه طبيعيه جدا لكافاني، الغيره المحموده ان هو نيمار هيجي هيقتنص كل حاجه، نيمار اللي بربع مليار يورو. مش الحاجات دي اللي بيحددها المدير الفني؟ المفروض طبعا، ودي وده كان شيء يعيب المدير الفني جدا. المفترض زي ما انت تفضلت لو في رولز واضحه محدوده، يعني محطوطه واضحه، وفي شخصيه للمدير الفني 1 2 3، موقف زي ده طبعا يلام عليه المدير الفني بشكل اساسي، واعتقد ان انها تدريجيا هتبقى مش موجوده، لان في النهايه انت لما تكون قدام خصم كبير هتبقى الامور مختلفه، هتبقى خايف على نتيجه الفريق. لما نشوف باريس سان جيرمان قدام ريال مدريد، لا مش هيبقى مين بيفكر مين يلعب ومين يشوط، تفكر انك ازاي تكسب ريال مدريد، ده مجد مجد للفريق. لكن شايف ان باريس سان جيرمان له حظوظ في هذه المواجهه؟ جدا جدا حظوظ. انا شايف المباراه 50-50. إليك ريال مدريد، كيف ترى ريال مدريد في هذه المواجهة؟ والله برضو يمكن أنا شايف أنه هي طبعا بالتأكيد هي المواجهة اللي واخدة اهتمام أكتر، يعني من أكتر المواجهات عشان اهتمام عشان النجوم اللي موجودين في الفريقين، ولكن فعلا تبدو الفرص متكافئة للطرفين. زي ما زميلي أحمد قال أنه سان جيرمان في نجوم برضو تقال، أدى بشكل كويس في الدور اللي فات. الريال عنده برضو مشاكل يعني محليا، الريال ما بيقى. أنا النهاردة يمكن قعدت أتابع شوية ارقام تخص الريال وسان جيرمان. الريال في الدوري عامل 9 مباريات فوز و4 تعادل وهزيمتين، فيمكن ما بيأديش فرق ما بينه وما بين برشلونه 5 بونت، يمكن ما بيأديش بالشكل المطلوب. فالريال مش اقصد اقول ان الريال مش في احسن مستوياته، مش في افضل مستوياته. في دوري ابطال اوروبا يعني ماشي باداء الى حد ما جيد، وكسب دورتموند وبيكسب يعني. طبعا طبعا. انا اقصد اقول انه بالتاكيد هيبقى بيسعى في دوري الابطال لتعويض اي اخفاقات حتى محليه او يعني بعد عن مستواه المعهود في البطوله المحليه، فبالتاكيد دي فرصته. فهيلاقي انه سان جيرمان منافس مش سهل. اخر يمكن هم الفريقين في اخر 6 مواجهات ما بينهم في 2 فوز للريال وتعادلين وهزيمتين. اخر مواجهه ما بين الفريقين كانت في موسم دوري الابطال. انت ايه رايك في الجون ده مثلا بتاع كريستيانو؟ هل فوقان كريستيانو رونالدو يدي افضليه لريال مدريد؟ مفيش شك، الريال ادى يعني يمكن يوم السبت فاز على اشبيليه 5-0. نعم. جونين منهم رونالدو،
رونالدو رفع رصيده من الأهداف في 2017 ل 51 جون مع منتخب البرتغال ومع ريال مدريد. بالتأكيد مفيش شك ده. أنا هستأذنك بس هقطعك عشان حاجة جميلة جدا. يعني محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي في جائزة البي بي سي. ألف مبروك لمحمد صلاح. نشوف الماتيريال ونرجع ونعلق عليه. دعونا نجد الفائز بجائزة بي بي سي. نعم هذا صحيح. تهانينا. ده يورجن كلوب بنفسه رايح لمحمد صلاح عشان يديله جائزة أفضل لاعب في أفريقيا في استفتاء البي بي سي. مبروك لنجم مصر، مبروك لأمل مصر، مبروك للقدوة، مبروك للنموذج، مبروك لمحمد صلاح اللي بيمثل كل شاب مصري. ده النموذج وقدوة كل شاب مصري. دلوقتي بقى هو محمد صلاح ما شاء الله عنده من الإمكانيات، من الثقة، من الشخصية، من كل حاجة تؤهله أنه فعلا يكون قدوة كل شاب مصري. وزي ما قلت لحضراتكم مشواره ما كانش سهل، تحدى نفسه، تحدى كل اللي حواليه، تحدى كل ظروف. مين كان يتوقع واحد من قرية باسيون يبقى أفضل لاعب في أفريقيا في استفتاء البي بي سي، ويبقى واقف جنب واحد من أفضل مدربين العالم وماسك جايزة كل لاعب في أفريقيا بيحلم إن هو يكون ماسكها، وهي جايزة أفضل لاعب أفريقي في استفتاء البي بي سي، وأيضا إن شاء الله كمان يكون في استفتاء أيضا الكرة الأفريقية. ده اللاعب العربي رقم 5 يفوز بهذا اللقب. ايضا كان تفوق فيها كابتن ابو تريكه طبعا الماجيكو، وايضا محمد بركات النجم الزئبقي، كانوا خدوا هذه البطوله من قبل وكانوا الاثنين من لاعيبه النادي الاهلي. وكان ايضا ياسين ابراهيمي نجم اف سي بورتو اللي هيواجه محمد صلاح في الشامبيونز ليج، وايضا اللاعب رياض محرز الجزائري لاعب فريق ليستر سيتي الانجليزي. دول النجوم العرب اللي فازوا بهذه البطوله. الف الف مبروك او هذه الجائزه لمحمد صلاح. الف مبروك لمصر. الصراحه الفرحه حلوه، هو يستحقها يعني. يستحقها. كنا لسه بنقول ان هو يعني الاحق بها بنسبه 100%. فوز فير جدا، بيرجع الجائزه لمصر بعد غياب تقريبا 9 سنين من وقت فوز ابو تريكه، وكان قبله بسنتين محمد بركات. ثالث جائزه في تاريخ مصر. صلاح هو حاليا واحد من افضل لاعبي العالم، وليس فقط افضل لاعب في افريقيا، افضليته في افريقيا محسومه تماما بدون منافسه في سنه 2017 وان شاء الله ما بعدها. وباذن الله قريب نبارك له على جائزه افضل لاعب من الاتحاد الافريقي ويجمع الجائزتين في حدث نادر ومش سهل. طيب هل فوز صلاح بهذه الجائزه بيدعم حظوظه بفوز بافضل جائزه افضل لاعب افريقي من الكاف؟ بالتاكيد مفيش شك، لانه هو تقريبا نفس المنافسين اللي في جائزه البي بي سي هم اللي موجودين معاه في الشورت ليست بتاعه الكاف، جائزه الكاف لافضل لاعب افريقي. فكون ان هو يتفوق عليهم في جائزه البي بي سي ده مؤشر قوي جدا، لانه التصويت هيبقى ماشي ازاي في جائزه الكاف. يمكن الناس متخوفه شويه، عندها تخوف، ولكن لو التصويت تم بشكل فير وبالاعتبارات فعلا الحقيقيه الفنيه واللعب والاداء والعطاء في الملعب، انا بعتقد انه الجائزه هتبقى ان شاء الله ان شاء الله رايحه لمحمد صلاح، وهو يستحق ده. وده خير تتويج فعلا للي هو عمله السنه دي، موسم افضل من رائع. والسنه اللي فاتت يعني نهايه الموسم، يمكن 2017 مشتركه في نهايه الموسم اللي فات والجزء اللي مر من الموسم ده، فكل اللي هو قدمه يستحق فعلا عن جداره. يا فرحتك يا كلوب، ويا فرحتك يا كوبر، ويا فرحتك يا مصر. دي التلات عناوين مهمه جدا بالنسبه لتتويج محمد صلاح. نكمل كلامنا على القرعه سريعا. بايرن ميونخ وبشكتاش، كيف ترى هذه المواجهه؟ مواجهه طبعا التاريخ والامكانيات والخبره في حاجه يعني في صالح بايرن ميونخ، لكن اعتقد مش هتكون بالسهوله اللي بتوقعها البعض. بشكتاش على ارض صعب ظهر في دور بالظبط في دور المجموعات، وعنده كمان مواهب مميزه جدا. عنده توسن في خط الهجوم من المهاجمين المطلوبين في انديه كبرى، وعنده كواريشما الخبره الكبيره جدا، وبيبي في خط الدفاع. فانا اعتقد طبعا بايرن ميونخ هو الاكثر حظوظا، لكنها مواجهه مش هتكون سهله. طيب نذهب الى تشيلسي وبرشلونه. هل مواجهه برشلونه لدفاعات وطريقه دفاعيه لتشيلسي هتبقى معيقه الى حد ما لميسي ورفاقه؟ بالتاكيد يعني برشلونه ما كانش يتمنى يعني المواجهه بالصعوبه دي. بالتاكيد كان يتمنى يعني منافس سهل يقدر يعدي منه بسهوله للدور الثمانيه، ولكن خلينا نقول انه برضو يعني برشلونه هيبقى، انا جهزت حاجه بخصوص الارقام في اخر مواجهات ما بينهم. اخر 5 مواجهات كانت تعادل
وفي 4 فوز لتشيلسي و3 فوز لبرشلونه. يعني رايحه جايه. فاقصد اقول الكفه ما بين الاثنين. اخر مواجهه كانت في السيمي فاينل في 2012 والافضليه كانت لتشيلسي، ماتش الذهاب خلص 1-0 والاياب 2-2 وتاهل تشيلسي للفاينل. فهيبقى في طابع سائري شويه في المواجهه. بس تشيك مش موجود وميسي حتى جاب في تشيك يعني هدف. فالدنيا بقت ماشيه ودلوقتي امامه كورتوا. نكمل كلامنا. واسبيليه او سيبيه امام مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بقى والام الديربي، هل هتؤثر على مسيره مانشستر يونايتد خاصه انه بيواجه فرقه اسبانيه مش سهله؟ هو مورينيو ذكي جدا، بيعرف يتعامل مع ظروف الفريق وظروف الموسم. السيزون اللي فات شفنا لما حس ان هو هيعاني عشان يدخل الاربعه الكبار ويتاهل مباشره للتشامبيونز ليج، ركز قوي في اوروبا ليج وابتدى تركيزه يقل في الدوري علشان يكسب اوروبا ليج لقب من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه ان هو يتاهل للتشامبيونز ليج. اعتقد لو فضل وضع الفريق، الجاب كبيره جدا ما بينه وبين مانشستر سيتي في الصداره بعد فوز مانشستر سيتي بالامس، بعد فوزه امبارح والفارق بقى 11 نقطه، اعتقد ان هو هيركز قوي في الشامبيونز ليج. هو شاطر قوي في مباريات النوك اوت وبيعرف يلعبها. سيفيا صحيح فريق عنده خبره وفريق مش سهل، لكن اعتقد ان فرص مانشستر يونايتد تبقى يعني اعلى بفارق مش كبير يعني. طب اذهب اليك، مواجهه شختر دونستيك واي اس روما، هل روما له افضليه اما فريق الاوكراني ممكن يدي لنا مفاجاه ويكمل ويوصل لحد دور الثمانيه؟ والله يمكن يعني دايما الخوف من الاختبارات اللي هي يعني مش عايز اقول مجهوله، ولكن دايما بتخبي الفرق اللي هي ما هيش اسماء لامعه قوي، دايما بتخبي وراها المجهول، ما تقدرش تتكهن، ممكن يحصل مفاجاه. السنه اللي فاتت محمد صلاح كان مع روما وخرج من قدام بورتو من الدور التمهيدي، صلاح شارك في الماتشين وخرج من الدور التمهيدي. فالمفاجآت واردة، بأنه شختر يحقق مفاجأة ويقدر يعمل حاجة قدام روما ده وارد. فإذا هو منافس مش أو لا منافس حزوز. لا أو المنافسة مش هتبقى سهلة، يعني تبدو الأسامي سهلة ولكن عمليا قد يكون الاختبار صعب. نذهب إلى مواجهة مانشستر سيتي وبازل. وصراحة جراديولا ده بيحيرنا، يعني راح كسب الدوري الألماني وحسمه بفارق، قال لك لا ده الدوري الالماني سهل وهو بيلعب نفسه. يوم راح انجلترا اول سنه غير موفقه، ثاني سنه يعني فارق كبير جدا ويكسب مانشستر يونايتد على ارضه المنافس الصلب، ودلوقتي يقول لك لا اصل الدوري الانجليزي ما بقاش كده. فالواحد ما بقاش عارف هل هو لعيب في جراديولا ولا لعيب في الدوريات اللي بيدرب فيها. رايك ايه؟ طبعا جراديولا مانشستر سيتي كسبان مانشستر يونايتد في ارضه في الاولد ترافورد، هو الافضل ويعني عامل شغل النهارده او السنه دي على اعلى مستوى في انجلترا. هو بازل هو الأسوأ حظا في القرعه، مش بس عشان مانشستر سيتي، في فرق كبيره كده كان ممكن يلعبها غير مانشستر سيتي، لكن لان طريقه لعب بازل في دور المجموعات كانت انسب ان هو يواجه فريق كبير بيلعب بشكل تكتيكي بشكل لكن فرق اللي هي عندها كثافه هجوميه كبيره جدا اعتقد بازل هيعاني. رايك في مانشستر سيتي؟ لا مانشستر سيتي السيزون ده وصل لمرحله مميزه جدا جدا، اعتقد هو الجاب الكبير اللي صنعه ما بينه وبين اقرب منافسيه في مانشستر يونايتد في بريمير ليج هيديله اريحيه في تشامبيونز ليج، ولو انها خطر لان اللعيبه لو حست بالاطمئنان قوي وحست ان الفرق كبر. هل شايف ان جوارديولا اتطور من نفسه؟ جوارديولا طبعا حتى جوه انجلترا، يعني التبديله اللي عملها بنزول جوندوجان دي ما كناش متعودين عليها من جوارديولا. كنت لسه النهارده بتكلم مع احد الزملاء كنا لسه بنتكلم ان دي حاجات مش معتاده من جوارديولا، التغييره برافو عليك، التغييره دي بالتحديد والطريقه اللي ادار بيها الشوط الثاني بالتحديد بتؤكد ان جوارديولا مش بس التميز المعتاد منه في الجوانب الهجوميه، ده شفناه مع برشلونه وشفناه مع باير، لكن كان في عنده بعض المشكلات في الجوانب الدفاعيه، كان في عنده بعض المشكلات في انه ازاي يتعامل مع الخطوط الخلفيه والسكند بول. بالظبط بقى ياخد الكره الثانيه كمان. فدي نقطه مهمه جدا وضحتها مباراه امبارح، ان شفنا ان هو بعد ما تقدم بالهدف الثاني، هو تقدم بالاول فسريعا رد مانشستر يونايتد في نهايه الشوط الاول، تقدم بدري في الشوط الثاني، قدر ان هو يتعامل بشكل ذكي جدا، وشفنا تغييراته او طريقه ادارته للمباراه اعتقد كانت مميزه جدا. دي نقطه مهمه جدا جدا لان هو كان بيعاني، شفنا لو نفتكر ماتش لما كان بيقود بايرن ميونخ كان بيقدم موسم رائع جدا على الصعيد الهجومي، لكن هل صدم من ريال مدريد. بوجود جراديولا والنجوم الكبار اللي ضافهم جراديولا الى الفريق سواء من تطوير او من انتداب، هل من احد مرشحي الفوز ببطوله دوري ابطال اوروبا؟ بالتاكيد اعتقد ان هو من المرشحين، خصوصا هو محظوظ جدا ان هو يلعب بازل، مش استهانه بفريق بازل، لكن اعتقد ان هو عدم وجود صدام قوي في دور ال 16 هيوفر له الاريحيه كمان لغايه دور الثمانيه، بالتالي ممكن يقدر يعمل روتيشن تدوير ما بين اللاعبين سواء محليا او في دور ال 16 للتشامبيونز ليج، ده هيديله افضليه ان هو من اول دور
8 لغايه نهايه السيزون، بيتكلم من مارس لغايه مايو خلال شهرين يصب تركيزه كاملا على حسم بريمير ليج، وبالتالي يبقى عنده تركيز بشكل اكبر جدا في الشامبيونز ليج. هنذهب الى مواجهه الاثنين عكس بعض، توتنهام الانجليزي واليوفي الايطالي، فرقه بتلعب كره هجوميه على اعلى مستوى وفرقه طبعا مشهوره بالتنظيم الدفاعي الصلب، كيف ترى هذه المواجهه؟ والله يمكن يعني يوفنتوس انا شايف انه محظوظ شويه، يعني وقوعه في يعني هو تفادى ريال مدريد، تفادى تشيلسي، تفادى برشلونه، فالاختبار اسهل المره دي اسهل. توتنهام برضو يعني من الخصوم العنيده اللي ممكن يبقى يحكم دفاعاته فيبقى خصم مش سهل. في لقاء العوده اظن هيبقى في انجلترا، فبرضه الموضوع المساله هتبقى اصعب على يوفنتوس، فبالتاكيد يعني. طب هاري كين ولا ايجوين؟ الاثنين على نفس السجعه. والله انا بحب هاري كين اكتر يعني. انا وبعدين كمان احنا انا يعني نسيت ان احنا نقول انه تألق هاري كين كمان وان هو بينافس صلاح على صداره هدافي الدوري الانجليزي، بالتاكيد ده هيصب في مصلحه توتنهام ان هو يبقى ند مش سهل باذن الله. طبعا كل هذه المواجهات هنشوفها مع حارقه تنطلق يوم الثلاثاء 13 من فبراير، هتبقى اول المواجهات في دور ال 16 لبطوله دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج. في نهايه صراحه وقت فقرتنا العالميه، بشكر طبعا ضيوفي الكبار، كنت اتمنى ان الوقت يبقى اكتر من كده. الله ناقد الرياضي الاستاذ احمد فاروق، شرفتني ونورتني ودايما كده تبقى معانا. ربنا يخليك، بسعد بيك دايما وسعدت النهارده بصديق الاستاذ احمد. شكرا. ايضا الناقد الرياضي جريده الاهرام الاستاذ احمد عبد الرسول، شرفتني ونورتني وان شاء الله الشمر على طول. شكرا كابتن محمد، شرف ليا، شكرا جزيلا. شكرا. لسه مكملين مع حضراتكم كلام كتير، كلام مهم مع كابتن مصر والنادي الاهلي، واحد من تاريخ النادي الاهلي كابتن ماهر امام، بعد هذا الفاصل. اوعى تروح بعيد، النادي الاهلي حبيبي.